بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة القادسية، كلية التربية، قسم كيمياء الدراسة المسائية، مادة الحاسبات، المرحلة الأولى، دكتور ميثاق حمزة قاني. أعزائي الطلبة، اليوم نأخذ التدريب الأول لمادة الحاسبات في الكورس الثاني، واللي يتحدث عن برنامج الوورد. اليوم نأخذ يعني موضوع اللي هو الرأس والتذييل، وإن شاء الله نتطرق أيضا إلى مجموعة أنماط. الرأس والتذييل أكيد هنا إدراج، يعني من قائمة أو من تبويب إدراج نروح إلى رأس وتذييل، مجموعة رأس وتذييل. عندنا الرأس وعندنا التذييل. يعني شنو الرأس والتذييل؟ يعني الأشياء اللي تريدها أما تمشي بترتيب نسق معين، مثلا الأرقام مال الصفحات 1 و2 و3، فهذا يصير بالرأس والتذييل. وأيضا أما تريدها تتكرر حسب الصفحات أو تتكرر حسب العناوين مال الفصول أو عناوين البنود، ممكن نضيفها بشكل سهل جدا، يعني نضيفها مرة واحدة وراح تتكرر وتاخذ نمط معين في باقي الصفحات. مثلش مثلا رأس وتذييل، مثلا رأس، هنا الرئيس بعدة أنواع، أما تقدر تكتب يعني عبارة واحدة أو 3 أعمدة يسوي لك، أو بأثر رجعي، أو إشارة معينة تريد تخليها. هواي أنماط إلى رئيس وتذييل، إحنا ما نريد هواي نتطرق يعني لهذا الكلام، لكن نقول بأنه نقدر إحنا نضيف مثلا 3 أشياء. مثل إيش مثلا؟ مثلا هنا جامعة القادسية، مثلا القادسية كلية التربية، التربية قسم الكيمياء. هسه احنا اي صفحة جديدة، اي صفحة جديدة تلاحظون بانه لان 3 عبارات اللي كتبناها راح يتكرر وبنفس النسق، وبنفس النسق. اذا الرئيس والتذييل يفيدنا ايضا، وايضا في ادراج ارقام الصفحات ممكن، يعني اذا كانت بالاعلى، لاحظ مثلا اذا كان رقم الصفحه بالاعلى، لاحظ يكون هنا رقم الصفحه، وايضا ممكن تنسيق لارقام الصفحات هذه يعني بالاعلى ايضا بها انماط، مثلا الصفحه او الصفحه. فالرئيس هنا ايضا قلنا انماط راح تتحكم به، وممكن انت تضيفها عن طريق الرئيس او التذييل. مثلا هنا جامعة القادسية، راح تشوف اولا الرقم بدأ بترتيب معين جاي زايد، وجامعة القادسية اللي كتبتها هي ثابتة في كل الصفحات. تقدر هذا النمط، طبعا النمط مال الرئيس الزغرة من تخطيط، وتروح على الهوامش وزغر هذا الرئيس مثلا الى حد 2، هنا عندك الاعلى والاسفل، وعندك الرئيس ايضا، راح تقدر تزغر الرئيس باي اسلوب انت تريده. وايضا ممكن تحرير الرئيس بالضغط عليه دبل كليك، دبل كليك بالماوس راح يتحرر وتكتب اي شيء انت تريده راس الصفحه. تذييل الصفحه شنو معناه؟ معناه ايضا موجود في اسفل الصفحه، يعني ايضا هذا اسفل الصفحه، نعم هذا اسفل الصفحه، هذا تذييل الصفحه. نفس المعلومات اللي تريد تضيفها هناك تضيفها، مثلا تريد تضيف ارقام الصفحات في اسفل الصفحه، نعم ممكن. تريد مثلا تنسيق معين، التذييل هو هذا. ايضا 3 أعمدة ممكن ياخذ، 3 أعمدة ممكن ياخذ بتذييل الصفحة. اذا تذييل الصفحة والرئيس، الرئيس موجود باعلى الصفحة، اعلى الصفحة هذا يسمونه، يعني نهايته، نهاية الكتابة بالاعلى اعلى الصفحة.
والبوتوم اللي هو أسفل الصفحة نهايته بالأسفل قبل ما ينتقل إلى صفحة ثانية. فهذا الرأس والتذيل، وممكن تحريره بأي وقت قلنا بالضغط عليه دبل كليك بالماوس راح يتحرر، وممكن إعادة كتابته وإعادة صياغته بأي نسق أنا أريده، بأي نسق أنا أريده أو مطلوب من عندي. هذا بالنسبة للرأس والتذيل. إذا رأس التذيل من إدراج موجودة مجموعة رأس والتذيل وبيها الأشياء اللي تحتاجها على الرأس والتذيل أو إزالة تسوي له عموما، يعني أي شيء أنت كاتبه راح يزيله تسوي له ديليت. نجي إلى موضوع النمط، مجموعة أنماط اللي موجودة وين؟ موجودة في الصفحة الرئيسية، موجودة في الصفحة الرئيسية. مجموعة أنماطها شنو معنى أنماط؟ يعني نمط الكتابة. نمط الكتابة هل يعني هو حجمه، نوعه، مثلا لونه؟ مثلا لو شو يعني بالضبط؟ يعني كل ذني، هو حقيقة راح يعني كل ذني اللي حكينا. هاي مجموعة أنماط ضمن الصفحة الرئيسية، تبوي الصفحة الرئيسية لو نفتحها نختار أي نمط. تلاحظون حتى اللون تغير، تلاحظ الخط واللون والشكل والهيئة كله تغير، تقدر تغيره. إذن النمط هو لا يعني بأنه أنت فقط عندك تغيير الكتابة، وإنما تغيير الكل من الكتابة والنوع وأيضا اللون ممكن. فكلها تلاحظ أنت إيطالك صار، توسيط بالبداية، اللون اختلف، ضاف لك في خطوط معينة أيضا. فكل الأشياء بالنمط اللي تسويها راح تطبق على الكتابة الأخرى. هذا ما أردنا نقوله عن النمط. إذن النمط هو لا يعني بأي حال من الأحوال هو تغيير الخط فقط، لا، تغيير الخط طبعا أنت تقدر تتحكم به بعدين، لكن هو الديفولت الافتراضي يعطيك إياه بشكل آخر. فتغيير اللون والخط والمؤثرات اللي عليه، الإيطاليك والبولد والتسطير والتوسيط المحاذاة وغيرها، كلها راح تتأثر بالأنماط. هذا النمط هو نموذج جاهز للكتابة، نموذج جاهز للكتابة. شكرا للاستماع، وننهي تدريبنا الأول إن شاء الله، وبدعوانا لكم بالموفقين والنجاح. شكرا.